هقول لك هديك معلومه في منتهى الخطوره وانا هقولها دلوقتي على الهواء وحيبح صوتي ليها. الظاهره دي حاجه جديده خالص بقى، حاجه نوفي، حاجه نازله جديده لسه نازله السوق يعني كويس. نوع جديد من المخدرات، الفيولا دي ولا البتاع دي اسمها انسى إيه؟ مخدرات لا بتتاخد لا بالمناخير ولا ولا بالجسم ولا بتتاخد حقن ولا شرب ولا ولا اي حاجه. إيه دي بقى؟ لا هي البوس ولا هي شرب ولا هي مرهم ولا هي اكل ولا هي في مخدرات لبوس. طبعا في مخدرات لبوس. امال بيهربوها ازاي؟ طيب بعيد عنك. لا دي عمليه تهريب مش عمليه تخدير. حد عارف العلم هيجي ايه؟ في استاذ الفاضل في مخدرات جديده تماما، المخدرات دي اصيب بها بالادمان حوالي 20,000 واحد في تركيا انتهت حياتهم. ايه البلوه دي؟ والله ايه دي؟ تدمير عصبي كامل، وفي حالات في لبنان ظهرت، والقنوات اللبنانيه بدات تهيج الموضوع وتثيره، وبدا تصريحات بنداء الى وزير الصحه بالتدخل والدنيا مقلوبه. اسمها المخدرات الرقميه. المخدرات الرقميه يا راجل يا محترم، واللي عاوز يشوف الكارثه ديت ممكن يبحث عنها بطريقته طبعا. المخدرات الرقميه عباره عن فايلات موسيقيه بيتم ارسالها للشخص بناء على اتفاق بينه وبين الجهه المقدمه الخدمه اللي بيقدم هذا النوع من الفايلات الموسيقيه، وكل المطلوب لابتوب نت الوكمان تمام، السماعات وبيشغل موسيقى معينه، ملف الموسيقى ده بيدفع فيه ثمن وما اعرفش $13 او حاجه زي كده. ده بيؤدي عن طريق الودن عن طريق السمع الى دخول الجسم في حالة من حالات النشوة أقرب ما تكون إلى الهيروين، أقرب ما تكون إلى تعاطي الهيروين، وبعد ذلك الحالة تصل إلى الإدمان في أسرع ما يمكن من 2 إلى 3 أسابيع يتم فيها تدمير الجهاز العصبي بالكامل. وجابوا صور حقيقية لأولاد مساكين شباب في عمر الورود أصيبوا بهذه الكارثة. الحقيقة طبعا ده يا اللهم ألطف لطفا يليق بكرمك وجودك. طبعا الكلام ده لسه ما انتشرش في العالم، لكن حقيقة في أوروبا في بعض الدول الأوروبية بدأوا يحسوا بالخطر بيه، وبدأوا يتصادموا معاه، وبدأوا يواجهوه، وبدأت تحذيرات وبدأت نداءات لأولياء الأمور في جميع أنحاء العالم بالانتباه لهذه المصيبة والكارثة التي حلت على يعني أولادنا. فين بقى دور الأبوين؟ هنا لازم مراقبة ولازم متابعة ولازم ترشيد. لما بنتكلم على قضية الإرهاب بنقسم المسألة إلى نصين، النص اللي تم اصطياده بالفعل اللي وقع في بق الأسد ده خلاص خلص، ده اللي ده بقى ما ينفعش معاه إنك تقنعه بالكتاب والسنة طالما شايل مدفع بيرمي قنبلة، ده خلاص عنده مشكلة كبيرة جدا. الحقيقة بقى طبعا هم لقوا إنه في 3 منافذ بتوصل لبعض، ودن قلب مخ. الودن بتوصل للقلب، ود في مثل حتى مصر يقول لك الدي على الودان. بيحصل نوع من انواع الالحاح المستمر، زن والحاح مستمر صحيح، يعني مفيش صحيح. ما تجيش من مره، لا ده في نوع من انواع التتابع في الاستماع. فالولد يقتنع بشخص ما انه هذا الرجل هو الذي يفهم الدين، خلاص الذي يفهم الشريعه، الذي يفهم القران والسنه، الذي الى اخره. تمام. لو حبه إني اتهمت نذير الشيب في عزلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. ما يقول أي حد تاني ما بيفهمش، هو الشيخ بتاعي ده بس. أي شيخ تاني ما بيفهمش ما بيعرفش ما يطقش رؤية نقدية توجه لهذا الشيخ. أول ما يتعصب لهذا الشيخ الفيروس بينتقل من القلب إلى المخ. انتقل الفيروس التعصب أو التشنج أو التشدد إلى المخ بيعمل حاجة اسمها بروتكشن، بيحمي نفسه زي ما البرامج الكمبيوتر غير قابلة للنسخ، لان معمولها بروتكشن ما تقدرش تنسخه، هو محمي اوكي، قافل على نفسه. فاللي بيحصل انه الفيروس بتاع الارهابي بيستحكم في العقل، بيرفض انه يسمع حد تاني يشوف حد تاني. ايوه، من عشان كده بقولك ده خلص ده بقى قنبلة خلاص. اول علاماته ان هو يبدأ يسفه في العلماء الاخرين، يجرح فيهم، ينزل من قيمتهم،
في امامه عند المجتمع. كويس الشيخ فلان ده ما اعرفش الشيخ فلان ده الشيخ فلان، فيبدا الولد يرفض تماما ويصنف الشيوخ الموجوده والدعاء الموجودين والصوت حتى المؤسسه احيانا بقى بياخدها باكج باكج دي كده طبعًا. المؤسسه كلها على بعضيها يقول لك دي مؤسسه الازهر دي ما اعرفش ايه دي وزاره الاوقاف ما اعرفش ايه، فبتكون النتيجه انت بتتعامل مع واحد مغيب. ده عامل زي ايه؟ عامل زي واحد داخل عليه سفاح ومعاه مدفع رشاش وكلب سعران. مين اللي ممكن تتفاهم معاه؟ السفاح ابو مدفع رغم، لكن على الاقل ممكن يسمع او يشوفك او انما ده كلب سعران مفيش كلام يعني هتكلمه تقول له ايه؟ فالارهابي ده سعران، هو لا يسمع ولا يرى ولا لا تقول له دين ولا تقول له. فارجو ان احنا نبطل نوجه كلام للارهابيين، الكلام اللي يوجه الارهابيين المعالجه الامنيه لا سبيل غير ذلك، التامين والامن والصيانه وزي طيب. ما انت ما قلت الانتباه واضح تماما بقى الحمد لله ان الارهاب اصفر عن وجهه القبيح. واضح ان الارهابي ما هوش بيستهدف رجال الشرطه والجيش، ده بيستهدف الشعب المصري. احنا كلنا كفار بالنسبه لهم. صحيح ايوه الارهابي يعني كلنا حل فينا القتل. لما يعني يحط قنبله تحت كوبري غمره تنفجر في عمال نظافه مساكين، لا ملوش دعوه، هم شايفوا المساكين ولا شايفوا حاجه ولا شايفوا كفار. لما يحطوهم جنب مدرسه فيها اطفال صغار ده ما مش كلام. انما نيجي بقى لاولادنا الذين لم يطلهم هذا السخف. بقول لك الولد ده بقى